أماكن الاحتفال في الساحات الكبيرة وفي المساجد وفي الدور في الزوايا وفي المنازل وحتى في الطرقات نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم في شهر ربيع الأول إلى اليوم الأخير الذي ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وتمثل احتفالات المولد النبوي في السودان تقاليدا درج عليها الناس على مدى سنوات وسنوات بشكل يربطونه بتحقيق السلام الاجتماعي والمحبة. نحن أمة سودانية جميعا محبة ومعظمة إلا من أبى، نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لنروي للناس سيرته، لنروي للناس أخلاقه. وإلى جانب الاحتفال الديني فهناك من يغتنمون فرصة هذه الاحتفالات لكسب معيشتهم ببيع الحلوى كمظهر أساسي من مظاهر الاحتفال وجلب الفرح والسرور. السنة دي يعني مطمئنة والإقبال كثير على الشيرة يعني لأنه الأسعار مناسبة. في احتفال السودانيين بذكرى المولد النبوي يمتزج الذكر والمدح والصلوات بالإطعام والإنفاق في أوجه الخير. يمثل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في السودان مناسبة دينية عظيمة، ورغم اختلاف المذاهب الدينية في السودان إلا أن السودانيين يجتمعون جميعا تحت راية محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم.